دكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب. تحياتي لحضرتك دكتور صلاح. اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. يا ترى يا دكتور، مين هينتصر بشان العلاوه او بشان الماده 5 تحديدا، مجلس النواب ولا الحكومه؟ والله حضرتك انا عايز اقول يعني احنا في جلسه عاصفه بالامس الحكومه اصرت على اعاده المداوله في ماده 5 اللي هي سبق للمجلس باغلبيه اعضائه في الاسبوع الماضي رفضها، وكان مبررهم في هذا انه حذف هذه الماده هيكلف الدوله 18 مليار جنيه، هي مبالغ ماليه سوف تصرف للعاملين الذين لا يخضعوا لقانون الخدمه المدنيه اذا لم يوافق على هذه الماده، وده الحقيقه كان ضغط على اعضاء المجلس، بل ان زي حضرتك قلت الحكومه على لسان وزير شؤون مجلس النواب هددت بسحب مشروع قانون العلاوه كاملا اذا لم يوافق المجلس على هذه الماده، وانا الحقيقه برا ان ده يعني نوع من التسلط، لانه يعني بيضع مساله في مواجهه اخرى. احنا القانون اساسا قائم على فكره منح علاوه 10% للعاملين المدنيين الذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه، الاقر علاوه دوريه 7% للخاضعين له. فبالتالي ما مبرر يعني اقرار هذه الماده؟ هذه الماده عشان بس المشاهدين يبقوا معانا فيها، بتقرر انه بدلا من انه الموظفين بيحصلوا حاليا على الحوافز والمكافئات والاجور غير العاديه والجهود غير العاديه بنسب مئويه من الاجر الاساسي، الماده 5 دي بعد تطبيقها بيترتب عليها انه هذه المبالغ سوف تقرر كمبالغ ثابته كمبالغ مقطوعه، وبالتالي لن تتغير بزياده الاجر الاساسي للموظف، يعني بدل ما في الوقت الحالي كل سنه بتزيد هذه المبالغ بزياده الاجر الاساسي ترتيبا على زياده العلاوه الدوريه اللي يعني بتضاف الى الاجر الاساسي، هيتوقف هذا الامر لو طبقت هذه الماده، وبالتالي الموظف حتى لو استمر 10 20 سنه لحين بلوغ سن المعاش هيتوقف المبالغ اللي بيحصل عليها كمكافئات او حوافز على مبلغ محدد اللي احنا بتقرره هذه الماده، فدي مساله حقيقه فيها اكحاف بحقوق العمال والموظفين، واحنا وقفنا الحقيقه ضد هذه الماده، ورغم تصويت رئيس المجلس عليها وغالبيه الاعضاء كانوا رافضين ليها الا انها اقرها في المره الاولى، فلما تعالت صيحتنا ترافضين لهذه الماده واعيد الامر مره اخرى، وقرر رئيس المجلس اعاده التصويت عليها مره ثانيه بعد تباحثها وتداولها مع بين لجنه القوى العامله في المجلس وبين الحكومه، وده اللي هيحدث اليوم. لكن خليني اقول لحضرتك انه يعني للاسف الحكومه يعني بتضع السم داخل العسل، او تعطي باليمنى ثم تاخذ ما اعطته باليسرى، في مقابل انها تغرينا بمنح العلاوه للموظفين في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الحانقه، لانها تسعى الى تمرير ماده في راي مشبوهه، والحقيقه نجحت في تمريرها في قانون الخدمه المدنيه، ولذلك يمكن كان مبرر الحكومه في اقرار هذه الماده والضغط على النواب ان هذه الماده موجوده في قانون الخدمه المدنيه، فيجب من باب العداله ومن باب المساواه بين الموظفين انها تقر كذلك في هذا القانون، وانا شايف ان ده نوع من التعنت وليس محقق للعداله او للمساواه. طب دكتور بس انا عايزه يعني حضرتك دكتور محمد يا فندم، انا بس عايزه اخد على لسان حضرتك، يعني حضرتك دلوقتي يعني اخد من كلام حضرتك، حضرتك بتقول ان الماده 5 دي ماده مشبوهه، فانا عايزه افهم برضو غيري من المواطنين ليه مشبوهه؟ هقول لحضرتك دلوقتي زي ما بقول لحضرتك، اي موظف بيبقى عنده امل وطموح في زياده المرتب بتاعه، زياده المرتب حضرتك بتيجي منين؟ بتيجي من العلاوه الدوريه اللي بتيجي كل سنه لانها بتضاف الى الاجر الاساسي، لما الاجر الاساسي بتاع الموظف بيزيد ده بيترتب عليه انه المبالغ الاخرى اللي بتصرف كحوافز او مكافئات بتزيد لانها بتتحسب على نسبه الاجر الاساسي بتاع المرتب الاساسي. لكن لو ثبتنا مبالغ الحوافز والمكافئات والجهود غير العاديه على مبالغ ثابته مقطوعه، يبقى ده معناه ان الموظف هيستمر على نفس المبلغ شهريا وسنويا لسنوات طويله دون ان يزيد هذا المبلغ، وبالتالي مرتبه مش هيزيد بالشكل اللي يتناسب مع الظروف الاقتصاديه او مع رغبته في انه يزداد مرتبه لتحسين احواله الماليه. تمام، وصلت يا دكتور. فانا بقول لحضرتك انه تعلل الحكومه بفكره العداله والمساواه بين الموظفين
دي قول حق يراد به باطل، لانه القوانين القانون الخاص بالخدمه المدنيه اللي بيطبق على حوالي نصف الموظفي الدوله اللي بيبلغوا 6.5 مليون، يعني نصهم تقريبا بيخضع لقانون الخدمه المدنيه. قانون الخدمه المدنيه حضرتك 81 سنه 2016 وضع تنظيما ماليا جديدا لحقوق الموظف، وعدل البدايات المربوط لكل درجه ماليه، يعني رفعها الى اعلى، في حين الموظفين الباقيين اللي هم 50% الاخرين ما زالوا بيخضعوا لقوانين صدرت من السبعينات من القرن الماضي. يعني لو قلنا مثلا المعيدين والمديرين المساعدين بالجامعه واللي هم المدرسين والاطباء واعضاء الهيئات القضائيه، كل هؤلاء بيخضعوا لقوانين صدرت من السبعينات من القرن الماضي. فانا ارى انه يعني لا يؤخذ هذه المادة وتتدخل الحكومة مع البرلمان لتعديل هذه القوانين بالشكل الذي يتطابق مع قانون الخدمة المدنية، وعندما نفعل هذا يبقى نحط هذه المادة، لأنه في الحالة دي هنضمن أن الموظف ازداد وضعه المالي تحسنا وليس كما هو الحال. خليني أقول لحضرتك أن العلاوات الدورية التي يحصل عليها من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية حاليا ما زالت ما بين 2 جنيه و6 جنيه. بس دكتور محمد، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور محمد، يعني بعد الخلاف اللي حصل امبارح ما بين مجلس النواب ومن الحكومه بشان الماده 5، الناس متوقعه ان الحكومه هي اللي هتنفذ الكلام بتاعها، الناس متأكدة عندها قناعة إن الحكومة بالفعل هترجع المادة 5 في القانون الغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وبعدين إحنا النهاردة مثلا لو المجلس ما أقرش العلاوة مش هيكرها إلا على أول 6، لأن المجلس مش هيعقد إلا أول 6 يا فندم. حضرتك طبعا يعني احنا زي ما حضرتك قلتي او عايزين نقول للناس ان هذه العلاوه مفترض ان تصرف من 1/7 الماضي، يعني تقريبا باثر رابع 10 شهور. وهذا التلاتة من جانب الحكومه كان سببه رغبتها في ان تكون هذه العلاوه علاوه اجتماعيه لا تضاف الى الاجر الاساسي. لجنه القوى اللي عامله في المجلس واعضاء المجلس اصروا على ان تكون هذه العلاوه علاوه دوريه تضاف الى المرتب الاساسي حتى يستفيد الموظف منها في زياده المبالغ الاخرى التي تحسب على اساس الاجر الاساسي. فبالتالي انا بقول لحضرتك نحن في لحظه فارقه، اكيد بنراعي ظروف الحكومه وظروف الدوله الاقتصاديه الصعبه، واكيد احنا مع الحكومه في تمرير ما تريده من القوانين، لكن ليس على حساب المواطن البسيط، ليس على حساب المواطن الغلبان اللي محتاج انه يعني يتوفر له حد ادنى من الحياه الكريمه. فانا بارى انه النهارده هيبقى في نوع من الصدام لمره ثالثه مش بس ثانيه بين غالبيه النواب وبين الحكومه في المجلس اليوم، واتمنى ان نصل الى حل وسط يرضي الموظفين وفي نفس الوقت يراعي ظروف الاقتصاديه للدوله. وهذا الحل في رايي اراه بانه لا يؤخذ بهذه الماده وتترك الامور كما هي وتقرر نسبه 10%، ثم تقوم الحكومه مع البرلمان بتعديل القوانين الخاصه بموظفين اللي بيخضعوا لقوانين خاصه او كوادر خاصه بما يتطابق مع قانون الخدمه المدنيه. لما نعمل هذا ونضمن ان في نظام مالي جديد بيغري الموظف او بيوفر له الحياه الكريمه، يبقى نضع هذه الماده. اما في ظل الوضع المالي السيء الموجود في القوانين الحاليه اللي بتنظم الاحوال الوظيفيه لغير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه، فانا في رايي ان هذا لو مرت هذه الماده فيها غبن كبير للموظفين في ظل الظروف الماليه الصعبه اللي بيمر بها الموظفين. بصراحه دكتور محمد انا يعني انا حضرتك ايه يعني قلبت لي دماغي، يعني ايه الحكومه تصرف علاوه للمواطن والناس مستنيين زياده المرتب، بعد ما العلاوه تنزل ويصرفوا العلاوه المواطن يتفاجئ ان مرتبه الاساسي قل، لان العلاوه لما انضافت المرتب دخل المرتب في شريحه ثانيه شريحه ضريبيه ثانيه، يتخصم عليه ويتفاجئ ان مرتبه قل. يعني ايه يعني ايه الدوله يعني ايه الحكومه تعمل كده في العمال او العاملين؟ برافو حضرتك، انت نبهت برضه لحاجه برضه انا ما قلتهاش، انه حضرتك العلاوه هتخش في الاجر الاساسي، قد يترتب عليها انتقال بعض الموظفين من درجه ماليه لدرجه اعلى، وبالتالي قد يدخل الى شريحه ضريبيه جديده، فبالتالي يفاجئ بانه دخله الشهري يقل، قد يقل عن الدخل الشهر الذي يسبقه في الوقت، في نفس الوقت اللي هيترتب عليه ثبات المبالغ اللي بيحصل عليها كاجر بنسميه الاجر المكمل، اللي هو سواء الحوافز او المكافئات او المبالغ اللي بتنفق او تصرف عن الجهود غير العاديه او حتى البدلات. فانا حقيقه لذلك يمكن ده السبب في انه رئيس المجلس بالامس يعني اجل الامر اليوم لمزيد من التباحث
لوضع حل يعني لهذه المشكلة الشائكة اللي احنا الحقيقة ما فيش حاجة. دكتور محمد معلش مع احترامي للجميع، ما فيش حاجة اسمها مزيد من التباحث في حاجة تضر بالمواطن، هي يعني امبلاها علاوة وخلاص يا فندم. أنا مع حضرتك، ولكن إحنا في نفس الوقت يعني من باب التعاون بين البرلمان وبين الحكومة، إحنا نتبع دولة واحدة وأهمنا هم واحد، فلا بد إن إحنا يبقى في نوع من التشاور والتباحث للوصول إلى آلية أو للوصول إلى حل قد يرضي الدولة اللي بتتسرع بأنها إذا هذه المادة مررت هيترتب عليها إنفاق 18 مليار جنيه وهي لم تعمل حسابها في الموازنة الجديدة. يعني اللي قاله نائب وزير المالية ووزير شؤون مجلس النواب بالأمس بأنه الحكومة لم تضف في اعتبارها في مشروع الموازنة الجديد ال 18 مليار إن هم هيصرفوا في سبيل تمرير هذه المادة أو في حالة عدم تمرير هذه المادة. طب دكتور محمد أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، ما يقدروش يوفروا ال 18 مليار جنيه دول عشان إن هم يقروا أو لا يقر هذه المادة وبالتالي. طب دكتور محمد يعني خليني أتكلم معاك بوضوح، يعني أفتح لك قلبي وقلب المواطنين دلوقتي، يعني إن في خلاف ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب، والحقيقة إن هو موضوع خاص بالمواطن ويمس المواطن والموظفين أو الغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. إحنا شفنا الخلافات دي في حاجات كتيرة جدا، وشفنا برضو أعضاء مجلس النواب بيعترضوا ويقولوا لا القانون ده مش هيتمرر، وفجأة الحكومة بتنفذ اللي هي عايزاه وبيتمرر. ماذا لو الحكومة أصرت على وجود المادة خمسة؟ هتعملوا إيه كنواب؟ الكلمة للشعب ولكل مواطن يرى نوابه في البرلمان. يا فندم إحنا كشعب أهو إحنا مع حضراتكم أتمناهم يعملوا. دكتور محمد، دكتور محمد حضرتك إحنا زي ما قلت لحضرتك إنه لكن الدستور بيوجب إذا هناك يعني انفاق اضافي في المشروع الموازنه التي وضعته الحكومه يجب البرلمان والحكومه انما يتوافقوا على مصدر من الايرادات لكي يواجه هذا الانفاق. ما انا دكتور محمد، دكتور محمد، دكتور محمد انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس، للتباحث في تدبير مصدر مالي للانفاق او لتوفير 18 مليار جنيه. انا بسال حضرتك بس على الموظفين اذا لم تمرر هذه الماده التي تريدها الحكومه. ايوه ما انا دكتور محمد انا بسال حضرتك خطوه استباقيه، ماذا لو الحكومه أصرت؟ انتوا كمجلس نواب احنا انتخبناكوا لانكم انتوا اللي ممثلين الشعب، انتوا اللي بتاخدوا حقوق الشعب، هتعملوا ايه؟ ما انا بقول لحضرتك بتجيبوا حقوق الشعب بمعنى صح. الحقيقه كانوا على مستوى الحدث وعلى مستوى المسؤوليه أيوة. ورفضوا بالامس والاسبوع الماضي تمرير هذه الماده. يعني انتوا رافضين الماده نهائيا. العداله والمساواه بين الموظفين وانه الميزانيه العامه للدوله ضعيفه ولن تتحمل ال 18 مليار جنيه الجديدة، قد يؤثر هذا على بعض النواب، لكن في النهاية أترك الأمر للشعب لكي يعني يحكم على نوابه في أدائهم داخل البرلمان. والله يا فندم يعني نتمنى أن مجلس النواب النهاردة يصر على موقفه وأن المادة دي ما تمررش، ويعني تبقوا أنتوا بجانب الشعب المصري. فيعني بنشكر الدكتور محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب.